نادية بلادي نادية بلادي بلادي نرجع مرة تانية معاكم مشاهدينا وبنواصل لقائنا في مصر جميلة ومصر بتفرح بولادها في كل المجالات بإنجازاتها بمشروعاتها بالمشاركات اللي بتثبت بالفعل إن المصري قادر إن هو يحقق التميز في كل المجالات، المجالات الفنية ده هيكون موضوعنا في فقرتنا الحالية خصوصا إن ضيفنا بالفعل مرشح للحصول على جايزة من خلال منافسة قوية جدا إن شاء الله هتكون في شهر أكتوبر القادم بإذن الله في جورجيا، نتمنى له توفيق وإن شاء الله يرجع لنا بالمركز الأول عشان يكون أحسن أو أفضل عازف جيتار على مستوى العالم بإذن الله، بنتمنى له التوفيق. اسمحوا لي إن أنا أرحب بالعازف والفنان الأستاذ عماد حمدي أستاذ الجيتار بدار الأوبرا المصرية، أهلا بيك منورنا. أهلا بيك. قول لنا كده بسرعة عن المسابقة اللي هتشارك فيها إن شاء الله. المسابقة دي بترعاها دولة جورجيا، هي مسابقة للأساتذة International Guitar Competition، وطلبوا من مصر حد يمثل مصر فيها، فالعلاقات الثقافية الخارجية اللي تابعة لوزارة الثقافة رشحتني أنا علشان أقوم بالدور ده. وبيبقى فيها أقوى يعني أساتذة يعني هم أقوى هم عاملين بروجرام صعب شوية، مطلوب مننا نعزف أتليست 3 بيس ثلاث مقطوعات من كل عصر من عصور الموسيقى، عصر النهضة اللي هو الرينيسانس، النهضة، الباروك، الكلاسيك، الرومانتيك والمودرن، يعني كل الانواع كل العصور الموسيقيه من كل حاجه من كل عصر ثلاثه بيس ثلاثه مقطوعه صعبين قوي. طيب بنستعد بيها بقى دلوقتي من الوقت الحالي حضرتك طبعا. اكيد في يعني استعدادات قويه جدا بس احنا بنحتفل الايام دي بمشروع قناه السويس، عايزين نحتفل مع حضرتك كده وتختار يعني تعزف لنا ايه بمناسبه هذا الموضوع. حاجات اسبانيش ليها علاقه بالجيتار بتاعي وان شاء الله تبقى في نيتي اهديها للمشروع العملاق العظيم. بتجهز نفسك ازاي للمسابقه؟ يعني بتتدرب على مقطوعات كل يوم بقى ولا هي اصلا المفروض في تدريبات خاصه علشان اللياقه البدنيه للاصابع والحاجات دي، دي ملهاش علاقه بالبروجرام بتاع المسابقه، وبعد كده بنتمرن بقى على الحاجات اللي هم فرضين علينا حاجات معينه لازم يعني هم كمان قايل لكم ايه المقطوعه بالظبط اللي مش انتوا بتختاروا مقطوعات من كل عصر؟ لا هم بيديكوا كمان مقطوعه العصر بالمقطوعات اللي هنعملها بالكومبوزر المؤلف بتاعها. مين مشاركين في المنافسه دي؟ كل دول العالم، كل دول العالم، يعني هي انترناشونال جيتار كومبيتيشن، كل العالم مشارك فيها من كل دوله. كلها بكلاسيك جيتار ولا كلاسيك الروك ممكن؟ لا هي كله كلاسيك جيتار كومبيتيشن، جيتار كلاسيك جيتار كله جيتار. اسمع تاني. اوكي Thank you.
جدا جميل. انا اعرف ان في دويتو حضرتك بتعمله مع الكمان. أيوة. يعني مش بس الجيتار لكن مع الكمان، ايه الاختلاف بقى لما بتبقى بتعزف على الجيتار بس وما بين دويتو مع الكمان، وبتختار مقطوعات ايه؟ طب هو بدءا انا عملت ميني دويتس، ثنائيات كتير قوي، جيتار مع فلوت، جيتار مع بيانو، جيتار مع فويس صوت يعني، جيتار مع كمانجا، وهو ده اكثرهم شهره في مصر دلوقتي، لانه بقى لنا 13 سنه انا والاسطوره الاستاذ الدكتور حسن شراره عاملينه من 2003. و هي القصه بقى ان بيحصل تكامل بين اله الجيتار واله الكمانجا، لان اله الجيتار دي اله نبر، الصوت بيطلع ويروح، لكن الثانيه طول ما القوس شغال الصوت ممتد، فبيحصل تكامل بين الاله اللي صوتها متقطع والاله اللي صوتها طويل. تمام. بلس طبعا الالتين صوت الالتين منسجم مع بعض. تمام. للاسف الشديد عايزين نسمع كمان. بس احنا قبل ما نسمع هنختم الحلقه، هنشكر كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، وبكره باذن الله فريق عمل جديد، وهتسمعنا ايه بقى ان شاء الله؟ طيب. هنختم بيه الحلقه، فتختار بقى. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا وبالتوفيق، وهنستناك بالمركز الاول ان شاء الله باذن الله. ميرسي.